حبيباتي واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وكامل بخير. طليت عليكم ان شاء الله بالربح والبركه في فيديو جديده ونهار جديد ان شاء الله. اليوم حبيت نشارك معكم مادام رانا قريب العيد، باينين باللي رانا كامل كامل مع تحضيرات تاع العيد. انا واحده منهم راني مع تحضيرات تاع العيد وبديت اليوم ان شاء الله. يعني البروغرام تاعي تاع العيد هو انه ماناش رايحين نشرو كبش، فيك هنايا انتردي الذبيحه وراني غير انا وراجلي، اول مره نعيد، اول مره العيد الكبير نتجوزو في داري، مانيش رايحه نذبح. بالك كيكونوا عندنا ولاد ان شاء الله ومن عاود تكبر العيله بالك نذبحو. رايحه نشري شويه هكا شويه لحم ونديروا العيد ونديروا ريحه العيد بيان سير، ونحط الطابله ونوجد. يعني مش العيد الصغير ما تجوزتوش في داري ما شاركتوش معكم، بصح العيد هذا رايحه نشاركو معكم خطوه بخطوه، ورايحين تعيشوه معايا لحظه بلحظه ان شاء الله. ابتداء من التحضيرات تاع اليوم، اول حاجه رايحه نديرها هي انه نحضر المقبلات اللي نحطهم مع المشاوي هكا باش نهار العيد ما نتعبش بزاف، باش ما تجينيش الخدمه كاع على ضربه ونبقى غير نطيب في الكوزينه. هكا رايحه نوجد كاع المقبلات، رايحه نشاركهم معكم نوجدهم كامل. ما يعني هذا الفيديو اللقطات هذو اللي رايحين تشوفوهم من بعد ما درتش كلش في نهار واحد، كل يوم ندير حاجه كل يوم ندير حاجه ونخبيها، كل يوم ندير حاجه ونخبيها حتى وين كملتهم كامل. وهكا نهار العيد نحطهم كامل في طاوله ويجوا شابين ونلقاو واش ناكلوا. التنوع مقبلات رايحه نشارك معكم، ما على باليش شحال من مقبله، المهم رايحين نبداو من دوك. وشحال ما درت من مقبله هذيك هي سي تاجيخ، مقبلات يتقدموا مع المشاوي. ريحي معايا حبيبتي وما تروحيش بعيد، واذا شتيلي اول مره ما تنسيش ديري ابوني وجيم. وهذا المكياج ما على باليش كيفاش راهو يبان لكم هنايا، ولكن راني دايره الاصفر مع البنفسجي، الاصفر مع الفيولي، وهذا المكياج هو اللي رايحه نديرو في العيد ان شاء الله. كنت نجرب فيه، جربته وجاني شباب قلت علاش ما نصور لكم فيديو فيه هكا وتشوفوه، بالك هذا هو المكياج اللي رايحه نديرو نهار العيد، ولا بالك نبدل ما على بالناش. المهم ما نطولش عليكم وخليكم تشوفوا الفيديو. Thank you.
Thank you.
Thank you.